اليوم هو يوم بالنسبة لنا تاريخي تلتقي به جميع المرآت التجمعيات، مناسبة أننا تنتقاسموا المجموعة ديال الأفكار، المجموعة ديال المشاكل اللي تتعاني منها المرأة المغربية. تيكون هو يوم مناسبة أننا تنعطيو فين وصلت القضية ديال المرأة المغربية، التطور اللي عرفته، فين وصل الحق ديالنا في المناصفة، واش قدرنا نوصلوا له ولا ما قدرناش نوصلوا له. أيضا هي مناسبة أننا غادي نعطيو الإخراج ديال مجموعة ديال الأفكار اللي هي جيدة فيما يخص المدونة ديال الأسرة. كيف ما انتم تتعرفوا المدونة ديال الأسرة كانت تدارت منذ تولي جلالة الملك العرش، اليوم وصل الوقت ديالها أنها تعاد فيها النظر. مجموعة ديال المشاكل اللي من بعد الممارسة ومن بعد التنفيذ ديال مجموعة ديال الفصول القانونية تبين بأنها وصلت الأخير وبأنها خاصها تكون فيها واحد التعديلات. إذا حتى هذه المناسبة أنها غادي تكون هناك طاولة مستديمة اللي غادي نتكلموا على التعديلات اللي هي مهمة بالنسبة لنا احنا كمرأة تجمعية، واللي تترفع من القيمة ومن العطاء وتتحفظ من الكرامة ديال المرأة المغربية وديال الأسرة بصفة عامة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.